طيب عاملين ده تيست دايجنوستيك تيست اول حاجه بيست انيشال تيست ام موست اكيوريت تيست مود التحليل المفروض يتعمل وهو اكتر واحد بيكون صحيح اللمبر بانكشر اللي هو اخذ عينه من السائل الشوكي لمبر بانكشر سيرفر سبان الفلويد ايفالويشن طيب دي مهمه انه نعرف السيل كاونت في حاله البكتيريا ممكن تصل 1000 وين اللي بتكون نيتروفيلز البروتين في البكتيريا اللي بيكون اليفيتد الجلوكوز بيكون ديكريست الجرام ستين ممكن 50% يمكن يكون بوزيتيف والكالشر المزرعة ممكن 90% تكون بوزيتيف الكريبتوكوكس اللي هو ناس اللايمي والريكتيسيا اللي قلناهم الآن ديلا ممكن يسلس تكون من 10 to 100 ومين اللي تكون لنفوسايت والبروتينز بصبر انه يكون اليفيتد والجلوكوز بصبر ديكريست والستين جرام ستين بيكون نيجاتيف كالشر نيجاتيف التيبي توبركلوزيس 10 to 100 من الليمفوسايد والبروتين بيكون مرة عالي ماركت ليبيتد والجلوكوز ما يبي له والستين اكيد نيجاتيف الفيرال بيكون من 100 to 100 من الليمفوسايد ويجولي بيكون البروتين نورمال والجلوكوز يجولي نورمال الجرام ستين نيجاتيف when is head CT scan the best initial test if before the LB there is babyl edema seizure, focal neurological abnormalities, and confusion. When the head CT is the best initial test. يعني متى إنك أنت قبل ما تعمل عين من الظهر تعمل أشعة مقطعية متى؟ لو كان قبل ما تعمل القلب يعني أول ما البيشن جاك لقيت في عنده بابل إديما تلقى بليرد ديسك مارجن تلقى بليرد شاحبة أو يكون في سيزرز. أو في focal neurological abnormalities موضعيا يكون مثلا تشنجات موضعية يكون عنده شيء موضعي أو confusion يكون ما صح ما وعي تماما طيب من جاي تستهمل تستهمل near exam needs patient who understand and follow instruction and answer question you cannot do an accurate neurological exam if the patient is severely confused لو كان البيشنت سيفيرلي كونفيوز ما تقدر تعمل كومبليت نيورولوجيكال او اكيوريت نيورولوجيكال اكزامينيشن طيب تي اي بي اف ذير از ا كونتر اندكيشن تو ايميديت ال بي جيفينج انتيبيوتيك از بيست انيشال ستيب ان ذا مانجمنت لو ما تقدر تعمل ال بي والبيشنت سيفيرلي سيك او سيريسلي سيك اهم حاجه انك تدي انتيبيوتيك بدات تريت اند تكريز ذا اكيوريسي اوف ذا تيست ذان تو ريسك بيرمننت برين دامج يعني افضل انك انت تعالج المريض وتقلل فرصة انه يجيه مشكلة في الدماغ من انك انت يجيك تحليل يكون 100% صحيح بكتيريال انتيجين ديتكشن لاتكس اجلوتينيشن تيست يلا عشان نقدر نعمل ديتكشن للانتيجين اللي هو التحليل ده اسمه لاتكس اجلوتينيشن تيست ده بقدر بعمل له ديتكشن للانتيجين سيميلر اكيرسي بتاعته للجرامستين اف بوزيتيف ذا اكستريملي سبيسيفيك طبعا لو بوزيتيف specific جدا if negative could still have infection ممكن تكون negative يكون false negative اما ال positive specific not sufficiently sensitive to exclude bacterial meningitis لكنه ما هو sensitive على سن انا استبعد البكتيريا meningitis when is a bacterial antigen test indicated متى نعمل البكتيريا antigen latex agglutination البكتيريا antigen detection متى اذا كان المريض receiving antibiotic before LB بياخد في انتيبيوتيك كلشر ما بي فولس للنيجاتيف لانه لو كان بياخد انتيبيوتيك ممكن تكون الكلشر نيجاتيف فهنا لو عملت الديتكشن بكتيريا الانتيجين بيكون افضل لاتكس اجلوتينيشن بكتيريا الانتيجين ديتكشن وات از ا ماست اكيوريت دياجنوستيك تيست للتوبركلوزيس اسيد فاس ستين الكلشر اون ذا 3 هاي فوليوم لمبر بانكشرز اعمل اسيد فاس ستين وكلشر سنترفيوج تو كونسنتريشن تو كونسنتريت ذا اورجانيزم نعمل سنترفيوج عشان يتركز تي بي هاز هاي سي اف بروتين ناس السل عندهم البروتين في السي اف عالي ان سنترفيوج سامبل اوف سي اف 10% سنسيتيفيتي لو ما عملها سنترفيوج تكون 10% سنسيتيف لايمي ان ريكتيسيا سبيسيفيك سيرولوجيكال تيستينج نعملها سبيسيفيك سيرولوجيكال تيستينج ذا الايزا والويسترن بلوت والبي سي ار ده الناس اللايم والريكتيسي عندهم سبيسيفيك تيست الكريبتوكوكس عندهم انتين انك 60 to 70% سنسيتيف انتين انك للكريبتوكوكس
والكريبتوكوكال انتيجين مور ذان 95% سنسيتيف اند سبيسيفيك. الكريبتوكوكال انتيجين مور ذان 95% سنسيتيف وسبيسيفيك. الفيرال هو دايجنوزيس اوف اكسكلوجن، نستبعد الاشياء الثانيه دايجنوزيس اوف اكسكلوجن. منينجايتس تريتمنت بكتيريا، العلاج للمنينجايتس لو كان بكتيريا ادي سيفتراكسون فانكومايسين ان ستيرويدز. بيست تريتمنت انسر اون سيل كاونت. يعني اهم حاجه ممكن انا على حسب السيل كاونت ممكن اعالج الديسفتراكسون فانكومايسين، ممكن قد يحتاج ستيرويد. كلشر نيد تو 2 to 3 دايز، يحتاج يومين لثلاث ايام. نيفر افيلبل وين تريتمنت ديسيشن از ميد، يعني لما انت ما بكون عندك اكيد المزرعه نتيجه تاخذ يومين ثلاثه ما تصير من البدايه. جرام ستين جود اف بوزيتيف، لو بوزيتيف كويس. فولس نيجاتيف ممكن 30 to 50% يكون فولس ولا نيجاتيف، لكن لو كان بوزيتيف اوكي الجرام ستين، لكنه نيجاتيف بس 30 to 50%. بروتين ان جلوكوز نون سبيسيفيك داز نوت الاو تريتمنت ديسيشن، ما يحضر بك كتير في العلاج. من جهه التريتمنت ستيرويد دكسامازون لور المورتيليتي اونلي ان ستريبتوكوكس نيمونيا. ستريبتوكوكس نيمونيا بيقلل المورتيليتي دكسامازون. كيف 1000 اوف نيتروفيل بريزنت، لو كان عدد النيتروفيل عالي جدا. نو كلتشر ريزلت فور سيفرال دايز، وما جاتني اي كلتشر ريزلت. يبقى عدد النيتروفيل لو عالي جدا افضل ادي دكسامازون مع علاجات المنينجايتس الحمى الشوكية. 1000 اوف نيتروفيل من سيز اف، اعطي لو لقيت 1000 نيتروفيل في سيز اف ادي سيفيتراكسون فانكومايسين ان ستيرويد ادم باسيلين اف اميونو كومبرمايز فور الاستيريا. لو لقيت يعني بالإضافة ضفت السيفتراكسون فانكومايسين ستيرويد بلس امبسيلين فور ميديكيشن. الفور ده نمبر فور للأمينوكومبرمايز، والستيرويد لو كان عدد النيتروفيل 1000. الستيريا مونوسايتوجينز ريزيستنس تو كيفالوسبورين، الستيريا دي ما تتعالج بالكيفالوسبورين. سنسيتيف للأمبسيلين هذا امبسيلين سيفتراكسون فانكومايسين اف كيس ديسكرايب ريسك فاكتور فور الستيريا. الريسك فاكتور ايش هي حقه الاستيريا؟ ان يكون elderly كبير في العمر، يونيت حديث الولاده، ستيرويد يوز اذا كان ايدز اور اتش اي في، اميونو كومبرمايز انكلود الكحوليزم. لو اميونو كومبرمايز برضه نحطهم في تشانس جههم الاستيريا، او البريجننت ليديز نفس الشيء. انيستيريا منينجيتيس ريسبيريتوري ايسوليشن، تطلع من الريسبيريتوري سيستم. ايش العلاج بتاعها؟ respiratory isolation. أول حاجة لازم نعزل نيسيريا منينجيتيس، لازم نعزل المرضى لأنه بيكون ممكن من التنفس ينتقل. علاجة بريفامبسين أو سيبرو فلوكساسين to close contact، الناس اللي close contact تحطوا ريفامبسين أو سيبرو. الclose contact من هما الميجور respiratory fluid contact أكثر واحد ممكن الجهاز التنفسي respiratory ينتقل عن طريق الريسبيريشن، يعني يكون قريب من الشخص. household contact اللي معاه في البيت، الكيسينج، sharing cigarette or eating utensils مع بعض. routine school and work contacts are not close contact، اللي هم اللي معاك في المدرسة وفي العمل ما يعتبر close contact لأنه يكون في التصاق قريب جدا. healthcare worker qualify only if they انتوبيت البيشن، الهيلث كير وركر اعتبروهم كلوز كونتاكت، تحطون ريفامبسين او سيبروفلوكساسين لو عملوا انتوبيشن للبيشن او عملوا بيرفورم للاستكشن وما كانوا عاملين بروكوشن يعني ما مغطين نفسهم. ورهاف كونتاكت وسيرسبيريتري سكريشن. مان كم تو امرجنسي ديبارتمنت ويز فيفر سيفير هيديك نيك ستيفنس اند فوتوفوبيا، هي هاز ويكنس ان هيز ليفت ارم اند ليج، عنده ويكنس وعنده حراره صداع نيك ستيفنس انا في رغبته فوتوفوبيا بخاف من الضوء، فوتوفوبيا خوف من الضوء، وعنده ويكنس ضعف في الليفت ارم والليج. واتس ذا نيكست ستيب ان ذا مانجمنت، ايش تعمل لهم وايش الافضل شيء؟ المفروض لازم لانه انت عندك فوكال ديفيسيت هتعمل هيد سيتي سكان تتاكد في الاول. طيب نعمل اولا سيتي سكان وبعد الانتيبايتك طبعا. comes to emergency department comes come to department with fever severe headache neck stiffness and photophobia he has weakness in the left arm and leg. what is the next step in the management
هما قالوا نبدأ انتبهتك على طول. فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، يعني عايزين فوكال، يعني الليج والارم دي معتبروها فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت. فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت انيشيت الثيرابي، فقالوا انه طالما في فوكال ابدا الثيرابي بعدين ودي للسيتي سكان، يعني اعطي سيفتراكسون فانكومايسين ان ستيرويد باعتبار انها شديده فيبر سيفير هيد كونك ستيفنس وفوتوفوبيا وعنده ويكنس، ابدا الانتيبيوتيك باضافه لها ستيرويز ستيرويد، وبعد ذاك حتى اقوم اوديهم الحاجات الثانيه. نيورولوجيكال كونسلتيشن almost always wrong، يعني ما يحتاج انك نيورولوجيست على سنك انت تشخص المنينجايتس. استرويد لوحدها not sufficient، سيفتراكسون لوحده مش sufficient، فبدي كومباينيشن لانه سيكسيك يعني واضح، سيفتراكسون والفانكومايسين واسترويد، ادي انتيبيوتيك بعدين عايز اعمل سي تي اعمل. منينجايتس ستيب كونسلتيشنز almost always wrong answer on يو اس ام ال اي ستيب 2، ما نقول كونسلتيشن دائما قال بيكون اجابه خاطئه. What is the most common neurological deficit or untreated bacterial meningitis؟ ال common neurological deficit ال 8 cranial nerve deficit or deafness، اللي هو deafness واحد ما يطرش ما يسمع. encephalitis acute onset بيكون acute، fever and confusion بيكون عندهم حمى بيكون عندهم confused. many causes herpes most common، اكثر واحد الهربس سيمبلكس. must do head CT first because of confusion، نعمل CT scan. what is the most accurate test of herpes encephalitis؟ most accurate test للherpes encephalitis قال PCR less CSF less accurate than PCR، brain biopsy ما تنفع. the radiology test is never the most accurate test، ابدا الراديولوجي عمرها ما تكون هي الاكيوريت. viral culture of the sea must occur the test for genital skin lesions، اوكي نعمل culture. zinc prep best initial step for genital lesions. serology for herpes useless، 95% population positive، يعني 95% من الناس اساسا positive، فهم واحد هنا انك تعمل PCR من CSF. التريتمنت acyclovir best initial therapy herpes encephalitis، الفاميسايكلوفير أو فالسايكلوفير IV unavailable، واحد من العلاجات لكنه ما موجود، فالأسايكلوفير هو الموجود. فاسكارنيت أسايكلوفير ريزيستن هيربس، مديهم الفاسكارنيت. أومن with herpes encephalitis confirmed PCR gets 4 days of acyclovir، her creatinine level rises. what is the most appropriate next step in the management؟ تأخذ علاجات الحمى الشوكية للهربس، وكان الـ PCR حقها بوزيتيف واخذت 4 أيام، بعد شوية كان الكرياتينين وظائف الكلى بتاعتها بقت فيها مشكلة. ايش البست اكشن؟ استوب السايكلوفير، لا لانك انت important to treat ما تقدر توقفه. reduce the dose of acyclovir and hydrate، وده افضل تقلل جرعة الاسايكلوفير وتعمل له hydration. switch to oral famciclovir ما is sufficient، ما تعطي oral. switch to foscarnet نيفروتوكسيسيتي أكثر من الأسايكلوفير، الفوسكارنيت دي نيفروتوكسيسيتي أعلى، فأفضل شيء تغير للجرعة بتاعت الأسايكلوفير وتعمل ليكويد هيدريشن.